نبدأ مع بعض الـ quantitative analysis. دي طبعا مادة من مواد الـ IS، بتبقى الهدف منها هو إن احنا نحلل البيانات ونتعلم إزاي نقدر نعمل طريقة التحليل الخاصة بيها. المحور إن في عندي بيانات، بيبقى البيانات دي في منها بيانات qualitative وبيانات quantitative، صح؟ الفكرة إن احنا هنحلل البيانات الـ quantitative الرقمية والاناليسيس. طبعا انتوا شغلكم هيبقى معظم الشغل موجود فين؟ في مؤسسه. المؤسسه دي تحليل البيانات فيها من الاهميه ان احنا نحلله ونطلع بيه معلومه نقدر نفيد المؤسسه ونوفر لها وقت او نوفر لها جهد في حاجات معينه. لو حللنا بيانات معينه بـ 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 في الشغل عندنا، وبالتالي من الأهمية إن احنا ندرس مادة زي دي. فالمادة زي دي بتعتمد في الأساس على الحاجة اسمها تحليل البيانات. بيكون في بيانات بنقراها، والبيانات لما نقراها نقدر نحللها بناء على طريقة علمية وليست أي طريقة إن احنا نحلل وخلاص. فالفكرة كلها هو إزاي نقرأ بيانات كمية ونحللها. بس الهدف من التحليل إيه؟ نعمل إيه عشان ناخد قرار؟ ناخد قرار او نفيد صانع القرار في انه يطلع قرار ليه. فبيبدا اول حاجه في الانترودكشن بيقول لي ان الادوات الرياضيه اللي بنستخدمها موجوده موجوده عندي وممكن استخدمها باي طريقه، ولكن طلع منهج تحليل البيانات او تحليل الكمي عشان يقدر يعمل تطبيق للكلام ده. طب التطبيق ده لازم يكون عندي اصلا ايه؟ عندي مشكله الماثوماتيك نفسه او الرياضيات ما قدرتش توصل لها، ما توصلش توصل لها الحل. فبدأنا ناخد الطرق الأخرى اللي نقدر نفهم فيها المشكلة اللي عندي، ونقدر نحاول نحلها بطرق الإيه؟ الكوانتيتيف أناليسيس أو التكنيك اللي هنقدر نعمله. يبقى إذا في البداية أنا لازم يكون عندي إيه؟ يكون عندي مشكلة، صح؟ والمشكلة دي أنا بحاول أحلها بإن أنا بحلل البيانات اللي عندي وأطلع بيها بمعلومة تقدر تفيدني. في هنا عندي مثلا شركة حفظت مجموعة ألوان 150 مليون وفرتها بسبب إنها توقعت أداء الإمبلوي عن طريق الكوانتيتيف أناليسيز، فبالتالي هي وفرت مبلغ كتير، تمام؟ الـ NBC التلفزيون نفسه وفر مبلغ من 200 مليون بسبب إن هو بالتحليل بتاعه عرف يوفر جزء من المبيعات اللي كان بيستهلكها في الدعاية والإعلان. وهكذا بقى كل الشركات بتحاول توصل لمرحلة انها تستخدم التحليل في قرايه البيانات وتوقع اللي جاي، وبالتالي يقدر يوجه العميل او يقدر يوفر الاستهلاك. زي مثلا احنا لو عرفنا ان انا بستهلك، الشركه بتستهلك وقود قد ايه، في السيارات بتاعت الشركه بتستهلك وقود قد ايه في السنه عن طريق قرايه البيانات ومصروفات والسواقين بيصرفوا قد ايه. لو خدت المعلومات دي كلها وجمعتها وقدرت اعمل اشتراك موفر مع شركه من شركات المحطات او شركه من اللي بتزود دي، فممكن اخد بتخفيضات وخصومات اقدر اوصل بيها ان انا اقلل التكلفه اللي بستهلكها، وممكن اوفر ملايين الريالات على الشركه عندي، تمام؟ طيب الكوانتيتيف بيمر بمراحل معينه. يعني المفروض انها يعني المرحله الاولى هي مرحله الرو داتا. المرحله الاولى الرو داتا اللي هي المواد الخام، او بنسميها البيانات الخام. طبعا البيانات اللي هي الديتا نفسها بتبقى بيانات خام في الاول، اللي هي عباره عن مجموعه ارقام ملهاش علاقات بينها وبين بعضها او ملهاش معنى، وبالتالي دي تسمى بالنسبه لي ماده خام، اللي هي عباره عن مثلا بيانات الطلاب، بيانات المدرسين، بيانات الدرجات، بيانات كذا. اقدر انا اخد البيانات دي واقراها واعمل علاقات ما بينها واستنتج هذه العلاقات، واقدر استنتاج والتعامل مع البيانات دي. ده بنسميه بقى اللي هو التحليل الكمي الكوانتيتيف اناليسيس بتاعنا. استنتجنا بيانات دي هنطلع معلومه بقى، يبقى هنطلع انفورميشن. يبقى هي بتاخد الرو داتا كبيانات خام وتخرج، بيتم عمليه التحليل اللي عليها ونطلع معلومه في الاخر، معلومه مفيده تبقى بالنسبه لي انفورميشن نقدر نستفاد منها، تمام؟ طيب يبقى اذا دي مراحل التعامل مع البيانات، وده مراحل التحليل. حتى حاجه اسمها ارتفيشال انتليجنت والماشين ليرنينج ابتدينا ندخل ونعمل الذكاء الاصطناعي في الموضوع ده، وابتدينا نديله البيانات بحجمها الكبير ونقول له خد حلل لي البيانات دي ويقدر يعرف لي الكاستمر دوت مثلا استهلاكه قد ايه، بيعمل قد ايه،
ويحلل البيانات في الاخر يطلع لي معلومه عنه تقدر تفيدني في ان انا اعمل له دعايه موجهه لي بشكل موجه. فالكوانتاتيف اناليسز علم كبير وبيساعد على استنتاج معلومات مفيده لينا. عندي عوامل او فاكتورز من الكوانتاتيف دي، اوكي؟ في كوانتاتيف فاكتورز وفي حاجه عندي اسمها كواليتاتيف فاكتور. كوانتاتيف اللي هي البيانات الكميه والبيانات الوصفيه، الوصفيه زي الايه؟ الاسم، النوع، تمام؟ نوع السياره، نوع كل دي تعتبر بيانات وصفيه، الحاله الاجتماعيه بيانات وصفيه. وهي بتوصف القيمه بتاعتها، فلما حد يجي يجاوب على السؤال ده مش هيديني رقم، هيديني ايه؟ هيديني وصف. فده بنسميه كواليتاتيف. نبدا في الاول الكوانتاتيف اللي هي البيانات او العوامل الكميه او الارقام الكميه اللي هتديهاني. المعلومات اللي هتيجي ديت هي معلومات عباره عن ايه الكوانت، لما يجي يسال لي ايه هي الكوانتاتيف فاكتور اقول له هي عباره عن الداتا اللي ممكن احسبها بشكل دقيق، وهي عباره عن ارقام، يبقى هي دي اللي ممكن تحسبيها بشكل دقيق هي الايه الكوانتاتيف فاكتور اللي هي العوامل الرقميه. بتدخل في التحليل ولا لا؟ في ارقام باخدها في التحليل، متغيرات بتخش. مثلا لو قلنا استهلاك الوقود، السيارات بتاعت الشركه بتستهلك وقود قد ايه؟ طب ده رقم، صح؟ طب بتصرف قد ايه؟ ده رقم. لكن لما نيجي نقول مثلا نوع السياره، نوع السياره ده هنا يعتبر ايه بقى؟ يعتبر نوع من العوامل في التحليل، ولكن ده بنسميه كواليتيف فاكتورز، صح؟ نوع السياره، السواقين نفسهم، نبدا نشوف الخبرات بتاعتهم، خبراتهم في السواقه ايه، كل دي تعتبر عوامل اخرى تخش معايا في الايه في التحليل، دي بنسميها كواليتيف فاكتور. والكواليتيف دي صعب جدا ان نعمل لها عمليه حسابيه، يعني صعب انها تتحسب، بس بتساهم في القرار. يعني نوع السياره لما اخده اعرف نوع السياره، فده يساهم في الاستهلاك ولا لا؟ هل يقدر نغير نوع السياره عشان يقلل في الاستهلاك؟ فاذا ما نعرفش نحسبها، ولكن نقدر نستنتج منه معلومه تساعدني برضه في اتخاذ القرار، تمام؟ وده كله يبقى انا كده عندي كام عامل في الاناليسيز؟ عندي الكواليتيف والكوانت ايه؟ والكوانتيتيف فاكتور. الكواليتيف هي الداتا اللي ممكن احسبها بشكل دقيق ارقام، اما الكواليتيف بيبقى صعب احسابها او نطلع رقم، ولكن بتساعدني في اتخاذ القرار. فالكوانتيتيف والكواليتيف فاكتورز دول ليهم كذا دور، يعني كل واحد ليها دور في انها تساعدني في القرار. زي ما قلنا المثال بتاع السياره والاستهلاك الوقود ده رقم، اما نوع السياره ده كواليتيف، فبرضه بيخش معايا في الايه في القرار معايا. هنا بعض البيانات، الهدف من كده، الهدف من كده ان الداتا دي بتوديني بطريقه معينه ان انا اساعد في اتخاذ القرار، اوكي؟ اقدر اوصل لافضل قرار. طبعا الافضل قرار بيتبني على معلومات، المعلومات اللي انت بتجيبها بتساعد على ان انت كل ما كانت المعلومات كبيره كل ما قدرنا نوصل لتحليل ادق وتحليل افضل، بحيث ان الاستاتستيكال والاحصائيات والكواليتيف اناليسيس يساعدوا بعض ويطلعوا لي بيانات ليها معنى. اليوسفول انفورميشن دي اللي هي بيانات تقدر تفيدني في ان انا اتخذ القرار، تمام؟ نقدر نقول ايه بقى اللي ممكن يجي لي هنا كسؤال؟ ممكن يقول لي في الكوانتيتيف فاكتور والكواليتيف فاكتور يسالني عليهم، او يديني معلومه يقول لي هي بيانات نقدر نحسبها بشكل دقيق فدي كواليتيف. ممكن يقول لي هنا المراحل، الرو داتا، اقدر اقول له الثلاث مراحل بتوعها وهكذا. عندنا بعد كده البيزنس. البيزنس لما نخش في التحليل الخاص بالبيزنس نفسه، يعني احنا معظم شغلنا هيبقى في البيزنس كيس، تمام؟ فلما يجي لك شغل مطلوب بالبيزنس كيس فبيمر بثلاث مراحل. مرحله اسمها المرحله الديسكريبتيف او المرحله الوصفيه، يبقى مرحله حاجه اسمها التحليل الوصفي للبيانات، ودي بندرس البيانات وبندرس التاريخ الخاص بيها وبنوصف التحليل الوصفي ليها، تمام؟ مرحله من ضمن المراحل برضو اخرى مرحله البريدكتيف اللي هي مرحله التوقع او الفوركاستنج. كلمة فوركاستنج وبريتكتيف هنستخدمها كتير لأن هو ده الهدف من شغلنا. إن إحنا عايزين نتوقع الأداء اللي جاي، يعني أنا لما درست التوتال الاستهلاك الوقود في الشركة للسيارات وعدد السيارات والأرقام دي خدتها، كل ده ببني ليه؟ عشان تديني رقم كمية الاستهلاك اللي بتتم وأقدر أعمل بريتكتيف للشهر اللي بعد كده. أو إجمالي السنة بتكلفني قد إيه عشان أقدر أتوقع وأحط في الميزانية، صح؟ قدرت بعد كده من البيانات اللي جمعها توقعت الرقم
قدرت ابحث العوامل، قدرت اقلل العوامل، تمام، اقدر اوصل لافضل حل. الاوبتمايزيشن يعني ايه اوبتمايزيشن ميثود؟ هي افضل طريقه لصياغه هذه البيزنس او للوصول لحل معين، لان انا بعمل موديل، الموديل ده بنسميه البري سكريبتيف. البري سكريبتيف ده هو الايه؟ الاوبتمايزيشن ميثود او الميثود المثاليه اللي توصلني ان انا اقدر امانج الموضوع واتوقع باللي جاي بطريقه نموذج معين، احط فيه المدخلات يطلع لي المخرجات، تمام؟ يبقى انا كده البيزنس بتمر بثلاث حاجه، اناليسيس بتاعتي اللي هي الايه؟ الديسبريكتيف، البريدكتيف، الايه؟ البري سكريبتيف، اوكي؟ طبعا هنا شرح بس بسيط ليها، اللي هو الديسكريبتيف اللي هو الوصف الاحصائي للبيانات. يعني هو بيقول لي لما الديسكريبتيف تيجي معناه ان احنا هنمسك البيانات ونوصفها، نجيب المتوسط، الاستهلاك، الانحراف المعياري، الستاندرد ديفيجن، كل دي المعايير الاحصائيه اللي بنستخدمها عشان ناخد الايه؟ ناخد البيانات نفسها وندرسها، تمام؟ البريدكتيف هو التوقع، ازاي نقدر نعمل ريجريشن موديل او فوركاستنج موديل نقدر نتوقع فيه بالقيم اللي جايه مستقبلا. طبعا هو موزعهم على الشباتر اللي ممكن تساعدني في ان انا هاخد المودلز دي، الموديل اللي هو عبارة عن النموذج اللي هنقدر نتعامل معاه بحيث يبقى نموذج يساعدني في المدخلات تخش والمخرجات تخرج منه بشكل سريع من غير ما اقعد ادور كتير، يعني نموذج رياضي سهل سهل التعامل. البريسكريبتيف اللي هو عبارة عن مثلا هناخد امثلة للمودلز اللي نقدر زي اللينير بروجرامينج اللي تقدر تحدد لي النموذج المثالي لايجاد هذه القيمة. يعني انا مثلا عايز استهلك اجيب اقل قيمه في الوقود، صح؟ اقل قيمه في الوقود في اقل وقت ممكن. مثلا عايز استهدف في ايه؟ في اجمالي الشهر استهلاك الشركه يقل، صح؟ ويبقى الموظفين بيقوموا بكامل وظائفهم، يعني مش مثلا اخلي نص الموظفين ما يشتغلوش عشان اقلل الاستهلاك، لا، الموظفين يقوموا بمهامهم والوقود يقل، تمام، يقل تكلفته، صح؟ الوضع ده نسميه الوضع الايه؟ الوضع الاوبتمايزيشن، الوضع المثالي، صح؟ مش ده افضل وضع احنا عايزينه؟ الوضع ده يبقى ده مكون من مجموعه قيود ومجموعه قيم هي دي اللي بتساعد لوصول هذا الوضع المثالي. ففي بقى ما يعني في برامج زي كده لينير بروجرامينج، الترانسفورميشن، دي حاجات بنعملها زي السبلاي تشين، ازاي توصل لكل واحده باقل تكلفه، كل ده بنسميه ايه؟ البري سكريبتيف اناليسيس، ده بنستخدمه فيها، تمام؟ لحد هنا كده يعتبر الوضع بسيط، تمام؟ الجزئيه اللي بعد كده ده مهم بقى جدا، اللي هو الابروتش او المنهج اللي هناخده لما نحب نعمل تحليل. ايه الخطوات اللي نعملها؟ الخطوات اللي نعملها هي السبع خطوات دول. واحد، لازم نعرف المشكله، تمام؟ اتنين، نعمل ديفلوبمنج للموديل، يعني نعمل الموديل. احنا قلنا ايه الموديل؟ كلمه موديل معناها نموذج رياضي نقدر نحط فيه ارقام تطلع لي حاجه، صح؟ يبقى لازم نعمل نموذج يساعدني في ان انا اعمل البيانات. بعد كده نعمل اكيورنج للايه؟ للداتا، للانبوت داتا، نجهز البيانات وندخلها. بعد كده نحاول نعمل ديفلوبمنج للسوليوشن، مش في سوليوشن هيطلع؟ هنطلعه ونشوف الناتج بتاعه ونطوره ايه. بعد ما بيطلع لازم نعمل له ايه؟ تيستنج، نختبره، هل النموذج ده يطلع لي نتائج مقبوله ولا لا في مشكله؟ عشان لو في مشكله ارجع عيد من الاول السيركل. ارجع اطور الموديل تاني، اعمل موديل جديد لو كانت النتائج مش سليمه، وابدا اعمل له ادخل البيانات واجربها واطلع ناتج وابدا اتست تاني لحد ما اوصل لافضل سوليوشن. خلاص بقى اطلع الناتج واحلل بقى السوليوشن ده. السوليوشن ده بنعمل له اناليسز للنواتج، هل النواتج دي تفي بالغرض؟ هل في احسن من كده؟ طيب لو لقينا ان النواتج فيه ممكن فنجرب تاني نعمل تطوير للديفلوبمنت، لو مفيش ونمشي الخطوات تاني. بعد ما بنخلص خالص بنعمل على مرحله الامبلمنتيشن، ننفذ بقى على الواقع. يعني احنا عملنا نموذج، النموذج ده طلع جيد بيطلع نتائج كويسه، تعالوا بقى نطبقه ونبدا نطبقه على الشركه عشان نقلل الاستهلاك اللي قلنا عليه. يبقى في الاخر اخر مرحله، مرحله الامبلمنتيشن عشان نطلع النتائج لازم تمر بالمراحل دي قبلها، تمام؟ فهو اكيد هيمر بالمراحل دي. هل المراحل دي يشترط فيها الترتيب؟ لازم تترتب، لان انا لو ما لازم ارتبهم عشان امشي مرحله ورا مرحله. اهم مرحله فيهم يقول لي اعمل لي بروبلم ديفينيشن، يعني حرف لي المشكله، لان اهم حاجه ان انا اعرف المشكله بشكل سليم وصحيح بدون ميوعه، يعني لازم تكون واضحه وكلمات واضحه. المشكله عندي في استهلاك الوقود، واضح ولا مش واضح؟ واضح. لكن انا عندي مشكله، او المشكله في السواقين بيتاخروا، المشكله كذا، دي مشكله مش واضحه معاييرها.
يبقى لازم دايما نحط المشكله في اطار واضح، دي اهم حاجه. يبقى المشكله ديفينيشن للبروبلم، دي اول خطوه لازم تتم. طب بعد ما عرفنا المشكله هنعمل نحاول نوجد موديل. الموديل ده يا اما يكون فيزيكال مبني، او يكون سكيل بحجم معين، او يكون سيمانتكس عباره عن موديل مرسوم مخطط. اوكي، المهم الموديل ده يكون عباره عن مساله. الموديل بيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن معادلة رياضية حسابية، طريقة معينة، خطوات معينة بنوصل بيها لقيمة، بتدخل قيمة بيخرج قيمة. يبقى دي الموديل. يبقى احنا لازم نصيغها بصياغة تجيب لي الحكاية دي. تمام، بعد ما بنعمل ديفلوبمنت للموديل ده اهم حاجة بالنسبة لي. الموديل بقى مكون من ايه؟ لان الموديل دي مهمة بالنسبة لي. مكون من متغيرات variables وباراميتر. يعني ايه؟ يعني مثلا انا ببيع سلعة، السلعة دي انا هكسب منها 10 ريال. فلو بعت 5، بعت 6، يبقى عدد اللي ببيعه ده متغير. عدد اللي ببيعه ده يعتبر ايه؟ متغير من متغيرات السلعه، صح؟ المكسب ال 10 ريال ده بيعتبر ايه؟ باراميتر، يعني حاجه ثابته، صح؟ وبالتالي في متغيرات بتبقى يعني موجوده، العدد يعني في حاجات بتبقى ثابته. انا عندي مدخلات معينه عارفها. انا عارف مثلا الباراميتر الكوست معين، انا السلعه دي بتكلفني 10 ريال، بتكلفني تصنيع، فالسلعه دي ليها باراميتر معين ثابت عندي، صح؟ فيكسد. في بقى حاجات في قلب السلعه متغيرات، يعني مثلا انا عندي ايجار المحل ده يعتبر معلم من معالم باراميتر اللي معلومه، صح؟ الفاريبل ده عباره عن ايه؟ عدد المبيعات، استهلاكي في الكهرباء هيزيد وهيقل، كل دي حاجات بتعتبر ايه؟ مدخلات متغيره، صح؟ المعادلة نفسها انا ببني الموديل. الموديل ده مبني عشان اوصل للمتغيرات دي. المتغيرات دي ساعات منها في حاجات مجهولة، صح؟ في الفاريبل دي مش عارفها، عايز اوصل لقيمة معينة، احقق قد ايه مكسب منها. فبالتالي انت عايز توصل للفاريبل دي عشان تقدر تاخد الايه؟ تاخد القرار عشان توصل ليها. في بعضهم موجود وبعضهم مجهول. وبالتالي انت مثلا عندك المخزن بتاعك الانفنتوري، انت عايز تبيع منه. طب تبيع منه قد ايه؟ طب تطلب طلب قد ايه؟ انت عندك امتى هتطلب الطلب؟ طب انت عندك الكوست بتاع الطلب ده، التكلفة الطلب ده مش يعتبر باراميتر من المدخلات اللي عندك؟ بيبقى طبعا يتحسب من ضمن الحساب. يبقى الانبوت داتا الريكوايرد اللي لازم تخش دي دايما بتعتبر ايه؟ فاريبل بالنسبه لي، والباراميتر دي من ضمن المعالم اللي عندي، تمام؟ اللي بتستخدم في المعادله نفسها. هنا بيقول لي طبعا انت خدنا حاجه اسمها الانبوت داتا، الداتا لازم تكون اكيورنج، يعني داتا تكون جيده. وعنده مثال على كده، ان الداتا السيئه او الداتا اللي جايه سيئه بيقول لي كاربج ان بروسيس جاربج اوت. يعني ايه؟ يعني لو بيانات سيئه يبقى ما تتوقعش ناتج جيد، يبقى الناتج اللي هيخرج ايه؟ سيء. فاذا جوده البيانات ودقتها هي دي المصدر الاساسي ليك في انك تطلع لك معلومات سليمه. لو انت البيانات اللي انت عبيتها بيانات غير جيده، فاذا مش هتطلع لك. عشان كده بيقول لك ايه؟ ان البيانات السيئه بتطلع معلومات سيئه في الاخر. السوليوشن احنا قلنا هو ان انا اوصل بقى للاوبتيمال اللي هو النموذج، وصلت له للسوليوشن ببدا احلله، ببدا اعمل الجوريزم بتاعته. يعني ايه الجوريزم؟ اللي هي الخطوات حل المشكله. انا كتبت المشكله بخطوات معينه، الخطوات دي بتبقى سوليوشن لمين؟ للموديل اللي انا انشاته، الموديل اللي هو العمليه الحسابيه دي، لحد ما وصلت ليها وقدرت اوصل لحل من الحلول. بعد كده احنا قلنا بنعمل تيستنج للسوليوشن عشان نتاكد ان البيانات سليمه. لو ما عملش التيستنج ما كانتش سليمه هنرجع نعيد من الاول، لانه لازم يتوافق، بنقول يتوافق او ميتنج الريكويرمنت، المتطلبات اللي طالبها العميل في البرنامج بتاعه. اناليسنج اند ذا ريزلت، بنحلل ونشوف البيانات. يبقى عندي حاجه اسمها ديتيرمين امبلستيشنز implications of solution، بنحدد المتطلبات بتاعه الحل، وبعد كده بنعمل عمليه التنفيذ. فلازم نحلل الكلام ده وهل بيأثر صح. في حاجه اسمها sensitivity analysis، ودي بتبقى عباره عن بيانات لما بتتحدد في النتائج في بعض الارقام والمتغيرات حساسه قوي، ان انا لو غيرت فيها تغير في النتائج. فانا عايز اوصل للمراحل اللي بتوصل فيها اعرف مين هي الفاريبل اللي عندي اللي بتأثر على النتائج، وبالتالي بتغير لي فيها. فبالتالي النتيجة بتتغير بناء على ان المدخل اتغير او الموديل فيه مشكلة. فبالتالي انا اعرف البيانات دي ايه هي.
يبقى في بعض المودلز بتبقى سنسيتيف، سنسيتيف يعني حساسه للمتغيرات اللي بتخش جواها، لو انا عرفت احدد ايه هي المتغيرات دي بتبقى ايه افيد لي بكتير، بعرف احلل بشكل سليم. المرحله الاخيره هي مرحله الامبلمنتيشن بعد ما خلصنا. بس هل ده يعتبر اخر حاجه؟ لا، ما هو برضو انت في الامبلمنتيشن انت بتعمل مونيتور ليه، بتراقب الامبلمنتيشن عشان لو في مشكله حصلت تقدر تعدل في الموديل اللي بيساعد على المشكله دي، لان لو ممكن يظهر لك حاجه جديده انت ما كنتش حاططها في الموديل، صح ولا لا؟ وبالتالي انا هنا ممكن استخدم، يعني مثلا كان بستخدم كروت تعبئه البنزين في السيارات، اديهم كروت اوزعهم. في بقى تقنيه جديده طلعت، تقنيه السيم كارد، تحطها في السياره فبدات واشحنها والشركه تشحنها وبدات تعمل تقنيه اعلى. في سيارات جديده كهربائيه دخلت فبدات الموديل يتحسن، فنقدر نحسن الموديل ونخش بدل ما نستهلك وقود نستهلك كهرباء. اذا نقدر بعد كده نقدر ناخد النتائج ونحسن في الموديل. طبعا كده احنا خلصنا الجزئيه الاولى اللي هي التسلسل السبعه عشان تبدا تعمل اناليسز او تعمل تحل مشكله. طبعا هو بيجي في الاخر يقول لك بقى في الريل وورد ان انت لازم ما تبقاش منفصل عن الواقع، لازم دايما تبقى ايه المشكله بتحللها من الواقع عشان تقدر تاخد الايه المشاكل اللي موجوده هي دي اللي معموله جوه الشركات نفسها. واهم حاجه هي مرحله النجاح، انك توصل للهدف اللي احنا عايزينه. تمام، هنا بقى هنخش في جزئيه مهمه جدا اللي هي ازاي نبني موديل، ودي مهمه برضو بتيجي في اختبارات، ازاي نعرف نبني موديل. هو هيساعدني دلوقتي بيقول لي تعالى هنعمل ماثيماتيكال موديل للبروفيت. يعني ايه البروفيت؟ اللي هو صافي الربح. انا لو انا عايز اعمل صافي الربح واعمل موديل يجيب لي صافي الربح، فعباره عن ايه؟ الايرادات ناقص المصروفات، الريفن ناقص الاكسبنسز، صح؟ الريفن ده والاكسبنسز هما الاثنين دول اللي بيبقى موجودين عندي في الاساس كمجمل. بس الريفن والاكسبنسز دول تحتهم حاجات تانية. يعني مثلا الايرادات دي عباره عن ايه؟ الايرادات هي بتبقى عباره عن بيقول لي مثلا المبيعات سعر الوحده في عددهم، صح ولا لا؟ يبقى انا بعت، ما انا ممكن اعمل الايراد مش مدخل بس، انت عندك وحده حاجه بتبيعها الحاجه دي ليها سعر، صح؟ فيبقى السعر، يبقى انا لما ابني موديل هقول هو عباره عن ايه، اشيل بقى الريفن دوت اللي هو الايه الايراد، واقول هو السعر الوحده في عدد الوحدات اللي بعدها، صح؟ يبقى انا كده حولت الموديل، هشيل دي واقول دي ضرب دي. طب دي ضرب دي عباره عن ايه في البروفيت؟ عباره عن اكس اس، لو شلنا السيلينج تبقى ايه اس، وان وقلنا العدد اللي انا هبيعه اكس، يبقى اس ضرب ايه اكس، صح؟ يبقى اس ضرب اكس ده عدد الايه، ده كده يجيب لي الايه المبيعات الايرادات اللي داخل، هو عدد السلعه اللي هي اكس في سعر السعر على الوحده بكام. بعد كده الكلام ده مطروح مين؟ مطروح من الايه، قلنا الاكسبنسز. الاكسبنسز دي في منها جزئين، في جزء اسمه فيكسد كوست، يعني انت مثلا لما بتيجي تبيع حاجه انت فيك تكلفه بتقف عليك بمبلغ مثلا، تمام؟ وفي فاريبل كوست، يعني في مبلغ ثابت ومبلغ متغير بالسلعه. يبقى كل ما انت كده كده زي مثلا انت عليك ايجار، هل الايجار ده متعلق بعدد السلع اللي بتبيعها ولا ثابت؟ يعتبر ثابت، عليا ميه عليا كهرباء، يبقى دي في كوست اسمه فيكسد كوست ليا، كده كده يعتبر اكسبنسز. وفي فاريبل كوست، ان انت لما بتجيب السلعه دي عشان انت مثلا عامل فاتح محل بيعمل حلويات، فاذا كل قطعه بتعملها كل كيك بتعمله بيكلفك كوست معين، ده بيبقى فاريبل بقى على حسب عددهم. لكن الفيكسد زي ما هي. نيجي بعد كده نقسم الفيكسد، هنقول الاكسبنسز فوق فيكسد، والفاريبل كوست دي عباره عن عدد اللي انت هتبيعه في سعر الواحده، صح؟ فنقدر نقول في الاخر ايه، بنقول ان البروفيت هو عباره عن اس ضرب اكس اللي هي الوحده اللي بتبيعها اللي انت بتعمل الريفند او الايرادات عددهم في سعر الواحده، ناقص ونفتح قوس نقول مين بقى، نقول اف زائد في اكس، تمام؟ كيك. المثال بتاع الكيك بيقول لي ايه؟ لو انا مثلا يبقى انا هنا ببيع ده عدد الكيكه، عدد السعر الواحده في العدد اللي انا هبيعه، يبقى كده ده ايراد ولا مش ايراد؟ ايراد. انا صرفت ايه؟ صرفت فيكسد، يبقى ده ناقص الفيكسد اللي هو الايجار، ايجار المكان، زائد في جزء تاني اللي هو التكلفه الواحده في الصنع في عددهم، صح ولا لا؟ يبقى كده انا عندي الاكس واحده في الاثنين، لان هي اكس اكس،
هي العدد اللي بيتم بيعه وهو ده اللي بيبقى موجود عندي. فلو ضربنا السالب في هنا في الكل هتبقى سالب اف ناقص في اكس، صح ولا لا؟ يبقى الفي تمثل الفاريبل اللي هو المتغير بتاع كل سلعه في عدد السلع، والفيكسد هو الثابت وهكذا. يبقى ده البروفيت. يبقى كده نقدر نقول المعادله دي كده انا عملت موديل يجيب لي ماثيماتيكال موديل يجيب لي البروفيت. يبقى لو قالت لي اعمل لي البروفيت الموديل بتاعه اهو ده سهل اهو. والاس هي عدد المبيعات السعر الوحده البرايز، والاكس هو النمبر اوف يونت، والاف هو الفيكسد، والفاريبل هي الفي. يبقى كده انا بديت موديل ليها. الموديل ده بيكون عندي بيديني مثال بقى بعد كده عليه، بيقول لي مثلا شركه تصليح ساعات، بيقول لي الشركه دي بتصلح الساعات القديمه مثلا، سعر التصليح بيبيع الوحده يعني بيصلح الوحده ب 8 دولار، الفيكسد كوست اللي هو التكلفه الاساسيه كام؟ 1000 مثلا، دي الايجار والمعدات اللي عنده. الفاريبل كوست المتغير حسب السلعه الماتيريال 3 دولار، الربح 8. فبالتالي بيقول لي انا لما ببيع السلعه الواحده ببيعها ب 8. انا بعمل، هو هنا ما بيبيعش سلعه هو بيصلح، فالتصليح الواحده بيكلف 8 مش بيكلف بيبيعها للزبون بياخد 8. فانا هقول 8 هي دي اس اللي هو السيلينج بتاعي، صح؟ البرايز. وعندي فيكسد اللي هو الايه الاف دي اللي هي ايه التكلفه الثابته، صح؟ اف. وعندي الفي اللي هو الفاريبل، اوكي. فلو فرضنا البروفيت بقى المعادله هتكون ايه؟ الفاريبل بقى اللي هيتغير الضرب فيكس. يبقى المعادله عباره عن ايه زي ما قلنا؟ اس ضرب اكس ناقص اف ناقص في اكس، صح؟ هي دي المعادله اللي احنا قلناها اللي هي دي، مش هي دي المعادله؟ يبقى هنقول اس ضرب اكس يبقى 8 ضرب اكس زائد اف الفيكسد 1000 ناقص ال الفي اللي هي 3 ضرب اكس اللي هو عدده. يبقى كده دي المعادله اللي عندك نقدر نبني بيها، صح؟ اذا كانت دي المعادله بيقول لي طب لو فرضنا هو ما باعش حاجه في الشهر ده، فالزيرو هنحطها مكان الايه؟ مكان الاكس. مكان الاكس هنحط ايه؟ زيرو. مثلا ما باعش ولا سلعه، يبقى عدد السلع اللي اتباعت زيرو، صح؟ دقيقة، لو احنا مشينا على هذا المعادلة بسوي فيها لو حطينا بدلها زيرو يبقى هو هيخسر كام؟ نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 1000، لأن اللي هيتبقى له الفيكسد كوست اللي هو الإيجار اللي عنده، صح؟ لأن الاثنين دول هيبقوا بزيرو، خسر ايه؟ خسر ال 1000 دولار اللي بيدفعها للإيجار، صح؟ اللي هي الفيكسد اكسبنسز. طيب يبقى دي كده. أما بقى لو باع 1000 ايه اللي هيحصل؟ هنشيل اكس ونحط مكانها ايه؟ 1000. يبقى 8 ضرب 1000 ناقص 1000 ناقص 3 ضرب 1000. في الاخر لو عملنا المعادله هتطلع له كسب 4000. بس عندي سؤال، باع 1000 هيكسب 4000، صح؟ وبالتالي كده بنقدر نتوقع. في حاجه بقى ثانيه مهمه عندنا بنحسبها اسمها البريك ايه؟ البريك ايفن بوينت. البريك ايفن بوينت دي عباره عن ايه؟ هي النقطه اللي انا احقق فيها بقى اكسب ولا خساره. يعني انا مثلا عليا 1000 ايجار، طب انا ابيع قد ايه عشان يبقى كده انا كفيت ال 1000؟ فالبريك ايفن بوينت هي عباره عن ان مثلا بنعمل البروفيت، ناخد المعادله هي بص، ناخد المعادله ونحط البروفيت بزيرو اساس ما كسبش حاجه. طب المعادله نقدر نجيب منها عباره عن ايه؟ نقدر نجيب عدد، احنا عايزين نجيب العدد اللي ممكن نبيعه. فالمعادله تديك ايه؟ العدد اللي لازم تبيعه هو عباره عن تقسيم اف على اس ناقص في. يبقى هو الاكس الفيكسد اكسبنسز، والاس في الاس اللي هي عدد الايه اللي انت بتكسبه، ثمن الوحده اللي انت بتبيعها ناقص تكلفه الوحده، صح؟ يبقى اذا نقدر نقول بقى البريك ايفن بوينت اللي هي النقطه اللي اقدر من خلالها اعرف ان انا زيرو بوينت، زيرو معليش حاجه، يعني ما كسبتش حاجه ولكن ما خسرتش حاجه برضه. يبقى هي عباره عن ايه؟ الفيكسد سايز، يبقى الفيكسد كوست على ناقص طرح سعر الوحده اللي بتبيعها ناقص سعر تكلفتها اللي هو الفي، يبقى اس ناقص في. يبقى كده المعادله دي اعرفها، هي دي اسمها البريك ايفن بوينت. دي معادله مشهوره اللي بنستخدمها في المبيعات. طبعا هو جرب هنا على مساله اللي احنا خدناها المثال بتاع الساعات، فعايز يجيب البريك ايفن بوينت بناء على المتغيرات اللي عنده، ال1000 اللي هي الفيكسد
مش انت قلتي اف على اس ناقص في الفيكسد اللي هي الكوست اللي هو تكلفه الايجار مثلا، يبقى 1000 على 8 اللي هو ثمنها لما بيبيعها ناقص 3 اللي هو بيكلفها، فتطلع له 200. يبقى هو لازم يبيع كام وحده؟ 200 وحده ها في الشهر. ده اسمه الحد الادنى للمبيعات. عشان كده عشان كده الشركات بتحط ده ايه، بتيجي تقول لك التارجت، مش يجي يقول لك انت عندك تارجت للموظف انك لازم تبيع لي من السلعه دي على الاقل تبيع لي العدد ده، لانه عارف ان العدد ده هو العدد الاقل اللي يخليه ما يخسرش، ولو قل عن كده يبقى هو كده بيخسر تكاليف، صح؟ لو زاد عن كده يبقى كده في ايه، في بروفيت وفي مكسب ليه. فعشان كده بيبقى مهم بالنسبه لنا هو ان احنا نعمل البريك ايفن بوينت. اوكي، وكده نبقى احنا خلصنا الشابتر الاول.